انطلاق هاتين القافلتين تضامنيتين محملتين ب 55 طن للواحده، يعني من مواد يعني غذائيه وسعه الاستهلاك، مع يعني كذلك شاحنات محمله يعني بالمياه. وهذا يعني موجه لاخواننا في ولايه نعم وولايه بشار، يعني بعد يعني الاحداث للمواطنين المتضررين بعد الاضطرابات الجويه. وهذه الهبه التضامنيه هي يعني رمز لتلاحم الشعب الجزائري فيما بعضه، وربما هذه ماهيش المحطه الاولى او الاخيره، ولكن الشعب الجزائري معروف بهذا التضامن.